انضم لنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام الباحث في الشان العراقي الاستاذ شاهو القرداغي. مرحبا بك استاذ شاهو. مرحبا بكم. وايضا يكون معنا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. اهلا بكم استاذ عبد القادر. اهلا وسهلا بكم ومشاهدينا الكرام. اهلا بك. نبدا معك استاذ شاهو القرداغي، كيف تراقب زخم التظاهرات في العراق الان؟ تحياتي لكم جميعا. حقيقة على الرغم من الإجراءات القمعية التي اتخذها الحكومة العراقية من فرض حظر التجوال وقطع الإنترنت، قطع كافة وسائل التواصل، إلا أنه الأخبار التي تأتي بأن الانتشار الكبير والمظاهرات تتوسع بكل المحافظات وخاصة المحافظات التي يريدون قمعها بالقوة، وهذا يدل على أن الخيار الأمني لم تعد ينفع مع هذه التظاهرات، لأن هناك أسباب مشروعة تؤدي، أسباب واضحة داخل المجتمع تؤدي بدفع الشباب إلى الخارج، مثل الفساد والبطالة والمشاكل الأخرى الموجودة في المجتمع. وإلى أن يتم حل هذه المشاكل لا يمكن منع الشباب ولا يمكن منع المواطنين من الخروج إلى الشوارع والمطالبة بحقوقهم. وأنا أتوقع أن زخم المظاهرات وشدتها سوف تتوسع أكثر في المحافظات العراقية بسبب التعامل القاسي وبسبب استخدام العنف من قبل القوات الأمنية، وأيضا وجود فوضى للسلاح. الآن كل الأحزاب لديها ميليشيات وكل أحزاب لديها ذراع عسكري من الممكن أن تستخدمه لقمع المتظاهرين ولقمع الأصوات الحرة، ولكن شدة حماس المواطنين والشباب المشاركين في هذه الانتفاضة وفي هذه المظاهرات يدل على أن السلطة أو الحكومة أصابت بهستيريا، مما أدى إلى فتح يد القمع وأكثر من 1000 جريح خلال أقل من 3 أيام. هذا يدل على يعني دلالة واضحة على أن الحكومة العراقية لا تكترث بأرواح المواطنين مثل ما فعلت في السابق في عمليات استعادة المدن، عندما لم تكترث بالتدمير فقط كانت تركز على التحرير السريع العاجل على حساب عدد كبير من الضحايا. الآن أيضا تريد إنهاء هذا الوضع دون تقدير أو دون حساب لأرواح الضحايا أو لأعداد الضحايا التي تسقط يوميا في الشوارع، ولا وفتحت يد القوات الأمنية. نحن رأينا أسلحة ثقيلة موجودة داخل الشوارع على الرغم من وجود شباب سلميين يطالبون بمطالب مشروعة كفلها الدستور الذي هم كتبوه بأنفسهم ويعترفون بها. ستبقى معنا أستاذ شاهو، ننتقل إلى الأستاذ عبد القادر نايل ضيفنا عبر سكايب من عمان، ونسألك باعتبار هذه التظاهرات ما تزال متواصلة حتى الساعات الأخيرة في هذا الليل في بغداد وعدد من المحافظات، ما مدى أهمية هذه الاستمرارية للتظاهرات في يومها الثالث؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما أن أهمية التظاهرات بدوامها واستمرارها، وبالتالي المتظاهرون يعلمون تماما أن الاستمرار هو للوصول إلى الهدف المرجو منهم من خروجهم، وبالتالي هذه التظاهرات لن تتراجع على الخلف، لأنه الحكومة وتخبطها السياسي والميليشيات والنصائح الإيرانية التي أخذت في قمعها، هناك دماء سالت، هناك مئات الجرحى، ونتكلم عن تجاوز 1000 بين شهيد وقتيل وجريح من المتظاهرين. هذا كله حقيقة سيلقي في ظلال أن هذه أمانة الدماء في ضمائر المتظاهرين، في ضمائر العراقيين، ستوقد شعلة من جديدة واندفاع أكثر لاستمرار هذه التظاهرات. فليس من المعقول أن الهدف الأساسي استعادة كرامة العراق، استعادة استقلال العراق، استعادة العراق، لأن كل الشعارات التي رفعت هي استعادة وطن، ولذلك حقيقة لم تختزل شعارات بأطر خدمية أو بأطر منافع شخصية أو طلبات لتعيين وما إلى ذلك، إنما كلها حقيقة هتفت منذ اللحظة الأولى بإسقاط النظام السياسي في العراق، لأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن كل حال العراق المتردي، وبالتالي لن ينفع عملية الترقيع. ولذلك هنا استشعر الأحزاب السياسية واستشعرت الحكومة وداعميها الإيرانيين أن هذه التظاهرات ليست مسيسة، إنما هي تظاهرات مستقلة عراقية نابعة بإطار وطني، ولذلك شعاراتها كانت تتناسق مع جميع مزاجات العراقيين جميعا، ولذلك حظيت بدعم شعبي كبير وحاضنة، يعني يتكلم
كثير من المتظاهرين أن الأبواب البغدادية والمنازل تفتح لهم من غير أن يعرفون أسماءهم ومن هم، وبالتالي يوزع الماء ويوزع الطعام. هذه الحاضنة لن تجدها الحكومة ولا الأطراف الأخرى. إذن نجاحها واستمراريتها بوجود حاضنة شعبية كبيرة، لذلك هي تتمدد أفقيا وعموديا، لذلك رفضت التفاوض وأصدرت بيان لجانها التنسيقية واللجنة المنظمة للتظاهرات في الشيخ. ابقى معنا استاذ عبد القادر النايل، سنعود اليك مره اخرى. استاذ شهو القرداغي، يعني ثمة اجتماع عقد برئاسه القائد الابرز في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني بحضور مساعديه وايضا زعماء ميليشيات الحشد هادي العامري وابو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، اضافه الى المدعو ابو جهاد الهاشمي. كيف تقرا كل هذه التطورات مع استمرار زخم التظاهرات؟ بلا شك بعد يومين ودخلنا في اليوم الثالث وتوسع المظاهرات في المدن العراقية، رأينا اليوم الصحف الإيرانية وكالة مهر للأنباء وأيضا الصحف القريبة من إيران بدأت تروج لسيناريوهات أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقف وراء المظاهرات، وبدأت تخلق سيناريوهات تحاول تشويه المظاهرات وتحاول أن تجعلها جزء من الصراع بين عبد المهدي والأحزاب السياسية الأخرى. وأنا أتوقع أنهم بعدما شعروا أن خروج المظاهرات خرجت بشكل عفوي بشكل مطالب واضحة، وأيضا لا يوجد طرف سياسي يستطيع أن يساوم على مطالب المظاهرات مثل ما رأينا في المظاهرات السابقة عندما كان هناك أطراف سياسية يركبون فوق موجة المظاهرات ويستخدمونها لمساومات سياسية فيما بينهم. هذه المرة لا يوجد أي طرف سياسي تدخل فيها، هم يرفضون كافة الأحزاب وأيضا يرفضون المثلث الأحزاب الفاسدة والميليشيات وأيضا رجال الدين. هذا ما دفع طهران إلى التدخل بشكل مباشر، أولا إعلاميا عن طريق تشويه محاولة تشويه الحراك الموجود عن طريق ربطها بأحداث أخرى وربط الدول الخارجية فيها، وثانيا أيضا عن طريق هذا التدخل الذي نرى أنه محاولة لجمع الفرقاء داخل العراق ومحاولة إنهاء المشاكل بين الأطراف المتصارعة داخل العملية السياسية، لكي ينتبهوا إلى أن خطورة هذه المظاهرات تقع على الجميع، تقع على جميع الأحزاب السياسية وأيضا على النظام السياسي، لأننا سمعنا هتافات تطالب بإسقاط النظام السياسي وليس تطالب فقط بفرص للعمل وتوفير خدمات. أيضا هناك يعني أخبار تسربت عن أن غرفة العمليات أعدت مخططا، السؤال موجه إليكم أستاذ عبد القادر النايل، أعدت غرفة العمليات مخططا لاستهداف الشخصيات البارزة في هذه التظاهرات، الشخصيات المساندة للتظاهرات من قبل فريق اغتيال إيراني. كيف تقرأ هذا التدخل المباشر الإيراني في الشأن العراقي وخاصة في تظاهرات العراقيين؟ واضح تماما للجميع، وبالتالي المتظاهرون والعراقيون رأوا بأعينهم أن هناك عناصر أجنبية ليست عراقية، هي إيرانية ذات لحى واضحة المعالم، أنهم هم من يطلقون النار على المتظاهرين بالرصاص الحي. وتمام أنه منذ اليوم الأول أنه هذه التظاهرة لأنها مستقلة، لأنها قضت مضاجع الأحزاب السياسية المدعومة من إيران، بالتالي نتكلم عن أنه الشعب العراقي ينتفض لاستعارة وطن من مخالف إيران، لذلك هم شعروا بهذا الخطر. لذلك نحن نؤكد على أنه هناك أسماء، وقد تم تبليغ بعض الأسماء التي يقودون بعض التنسيقيات في المدن، في مدن بغداد أو مدن الجنوبية، بأنهم على لوائح الاغتيالات وهم يعلمون تماما. وذلك هناك إجراءات للجنة الأمنية للمنظمة للتظاهرات لحماية هؤلاء الأسماء، لكن حقيقة تم اغتيال بعض منهم بطريقة وحشية، وما جرى في البصرة دليل واضح تماما على اغتيال في داخل منزل هؤلاء الذين ساعدوا المتظاهرين. اليوم هناك عمليات اغتيال ممنهجة داخل التظاهرات من خلال أنه الإيرانيون وأجنادهم وجميع العاملين معهم رصدوا بعض المؤثرين وتم اغتيالهم. الحقيقة نتكلم عن أسماء محددة، لذلك لكن هذه القضية لن تفت في عضد التظاهرات ولا المتظاهرين، بالعكس إنما زادتهم إيمانا، لأن رفقائهم قد روت دماءهم أرض العراق، وبالتالي ليس من الخيانة الرجوع إلى الخلف، وبالتالي هذا كله أصبح من العقل الجمعي للمتظاهرين أنهم ماضون. ولذلك رأيتم أحرقت الأعلام الإيرانية، لأن المتظاهرون يعلمون تماما أنه الآن يصارعون مع إيران وليس مع أحزاب السلطة أو الحكومة الموجودة الحالية،
لذلك حقيقة إقدامهم على حرق الإعلام الإيراني، وبالمناسبة حرقة الإعلام الإيراني وفق اتفاق في جميع مدن بغداد، لكن ربما الانترنت اليوم مقطوع والفيديوهات لم تصل، ستصل تباعا ولاحقا عندما يكون هناك سياسة تكليم الأفواه. ولا أعلم كيف تدعي هذه الحكومة الديمقراطية والغرب يتبجع ستبقى معنا سيد عبد القادر في نفس هذه النقطة معك أستاذ شاهو، الحديث عن اغتيال الناشط المدني وزوجته المصورة، الحديث عن قطع الاتصالات وخدمة الإنترنت، كيف يفسر هذا القمع المتواصل ومحاولة إسكات هذا الشعب الذي خرج ليصدح بمطالب مشروعة؟ إذا نظرنا إلى الممارسات القمعية للحكومة العراقية وقارناها بممارسات الحكومة الإيرانية في التعامل مع الحركة الخضراء، نرى أن التعامل مشابه تماما، وهناك نفس السياسة، سياسة واحدة تحرك هذا المشهد. نحن نتذكر أن الحكومة الإيرانية أيضا قطعت الاتصال وحظرت التجوال في سبيل قمع المتظاهرين وقتلت العشرات واعتقلت المئات. رأينا نفس التعامل من قبل الحكومة العراقية، وهي نفس التعامل الإيراني. إيران عندما نشرت هذه الأحزاب والميليشيات في المنطقة أيضا تطبق عليهم نفس السياسات، يجب أن يطبقوا نفس السياسات الإيرانية. الحكومة العراقية على الرغم من أنها تدعي حكومة ديمقراطية وحكومة تؤمن بالحريات العامة، إلا أنها رأينا سلوكا مشابها للحكومة الإيرانية القمعية المتطرفة. وبالتالي هذه الحكومة مهما ادعت رفعت شعارات الحقوق الإنسان ورفعت شعارات الحرية، إلا أنها في الداخل محكومة من قبل منظومة دينية طائفية يحكمها إيران وأيضا مرتبطة بإيران بشكل كامل. ومثل هذه الأحداث وتعاملهم القاسي والعنيف مع الشباب العراق يبين أنهم لا ينتمون لهؤلاء بصلة، يعني لا يوجد صلة بينهم، وبالتالي يتعاملون معهم كأجانب، وهذا يدل على المنظومة كاملا منظومة فاسدة، منظومة لا تؤمن بالحريات، لا تؤمن بحقوق الإنسان، ومستعدة لقتل العشرات في سبيل بقاء هذه المنظومة وفي سبيل عدم اهتزاز جزء كبير من مركز من مراكز النفوذ الإيراني. نحن نعلم جيدا أن إيران عن طريق السيطرة على العراق نجحت في التوسع في المنطقة، وبالتالي لا يمكن بسهولة أن تتخلى عن العراق. الأمر أيضا حتى لقتل من يسعف المتظاهرين، مثلما قتل طبيب وزوجته والكثير من الشواهد على ذلك. يعني الأمم المتحدة في العراق يعني تقول إن مطالب المتظاهرين بمكافحة الفساد وإيجاد فرص عمل هي مطالب مشروعة، عبرت في بيان لها عن قلقها للجوء القوات الحكومية إلى العنف واستخدام القوة، العنف المفرط لمواجهة المتظاهرين السلميين في بغداد. ولكن البعض يتساءل، هل يكفي قلق الأمم المتحدة هذا؟ أنا يعني أعتقد أنها تأخرت كثيرا لإصدار هذا البيان، وأيضا لا تكفي بالطبع هذا البيان، والذي لا يحمل المسؤولية العراقية المسؤولية الكاملة عن الدماء التي سالت. يجب أن يكون هناك قوة لمحاسبة ومعاقبة ومحاولة محاسبة المتورطين في هذا الأمر. إذا كانت الحكومة العراقية تدعي أن هناك مدسوسين وهناك أطراف أخرى تقوم بعمليات التخريب وتقوم بعمليات القتل، إذن لماذا لا يتم معاقبتهم ومحاسبتهم؟ هل الحكومة عاجزة عن هذا الأمر؟ هذا يدل على ضعف الحكومة وضرورة تغييرها. وإذا كانت تعلم بهؤلاء، تعلم بوجود هذه الأطراف والميليشيات التي تقتل، فلماذا لا تقوم بمحاسبتهم؟ وهذا يعني ضعف هذه الحكومة. أنا أتوقع أنه الحكومة تعلم أنه لا يوجد جهة رادعة أو تستطيع أن تردع الحكومة العراقية، وبالتالي هي لا تكترث بهذه البيانات سواء صدرت من الأمم المتحدة أو باقي المنظمات، لأنها بالأخير أيضا جزء من منظمات دولية تراعي أيضا مصالحها وليس مصالح المواطنين العراقيين، وأيضا تصدر بيانات فقط لكثرة المطالبة. يعني كان هناك مطالبات لتدخل الأمم المتحدة أو إصدار بيانات، وبالتالي تصدر هذا الأمر كرفع الحرج عنها وليس كنية حقيقية لمراقبة الحكومة العراقية أو محاسبتها على هذه الأفعال، لأنها جرائم بشكل يعني يوجد كل أركان الجريمة في هذه الأفعال، في مواجهة ومحاربة شباب أو مراهقين بالقوة والعنف وبالأسلحة الثقيلة. نعم، ننتقل إلى ضيفنا عبر سكايب من عمان عبد القادر النايل. وفي ظل رفض المتظاهرين للتحاور مع حكومة عبد المهدي، إلى أين يتجه الحراك الشعبي في العراق اليوم؟ الحراك الشعبي في العراق سيتجه إلى العصيان المدني، وبالتالي سيتم تنويع عملية
الاستمرار في الحركة الاحتجاجية، وهذه الحركة حقيقة لن تتوقف، وهناك ستكون عملية صمود كبيرة سيتم من خلالها التحاق مدن أخرى في المظاهرة وبالثورة الحقيقية التي ستنتقل من الانتفاضة إلى الثورة. وبالتالي اليوم العشائر العربية رفضت أن تقيم مجالس عزاء لأبنائها الشهداء الذين استهدفتهم الحكومة، وهو إرهاب حكومي ممنهج بطريقة واضحة، بل هو إرهاب أنها جلبت أناس غير عراقيين ليقتلوا عراقيين، وبالتالي هذه حقيقة جريمة مركبة كبيرة. والجريمة الأكبر عندما تأمر المستشفيات والأطباء بعدم علاج الجرحى. اليوم لابد أن ننقل لكم معلومة من الواقع أن الجرحى الموجودين الآن يتم علاجهم في المنازل، وبالتالي أيضا يخافون من الملاحقات، هناك أجهزة حكومية تبحث عنهم، وبالتالي تم حقيقة زج عناصر أمنية إذا ما وجد متظاهر ريح سيتم حقنه بإبرة سامة بحقنة سامة. لذلك حقيقة هذا كله إرهاب دولة ممنهج، إرهاب حكومة ممنهج. على هذا الأساس فكيف يمكن للمتظاهرين أن يجلس مع هكذا حكومة؟ ولذلك صدر منهم اليوم بيان من اللجنة الرئيسية المنظمة في التظاهرات عبر التشاورات مع لجانهم التنسيقية حول دعوة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للقاء في مسؤولية التظاهرات، رفضوا رفضا قاطعا، وقالوا أنه أحد مطالبنا هو حل البرلمان الذي اعترفت الأمم المتحدة أنه شكل بتزوير الانتخابات، فهل يستطيع ذلك؟ لذلك حقيقة الرفض القاطع هو الذي سيكون سيد الموقف. أنا أتوقع أن هناك مراحل أخرى ستدخل فيها الانتفاضة العراقية لهؤلاء الشباب، لأنهم واعين تماما ومدركين لا أمل في عمليات الإصلاح الترقيعية ولا الوعود الحكومية إلا باقتلاع هذا النظام، وهذا لن يكون إلا بالصبر والصمود وعدم الذهاب إلى التفاوض. ولذلك لا تفاوض مع المنطقة الخضراء، وبالتالي ربما سنشهد رأيا واضحا وشعارات واضحة في الساعات القريبة على الدعوات التي تأتي تباعا من الأمم المتحدة من بعض الأطراف السياسية حول التفاوض، لأن الكلام واضح أن الجلوس مع التفاوض مع قتلة المتظاهرين الذين قتلتهم الآلة الحكومية هو خيانة لهذه الدماء. لذلك والمتظاهرين سيكون رأيهم واضح. شكرا لك أستاذ عبد القادر. وستنتقل الأمور إلى مراحل أخرى ومنها العصيان المدني. شكرا لك أستاذ عبد القادر النايل. أخيرا أستاذ شاهو قرداغي في دقيقتين، الإعلام العربي، الإعلام الغربي، الإعلام الدولي، كيف ترى تعاطيه مع قضية التظاهرات في العراق واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة؟ هل سنشهد في المستقبل تطورا أو تغيرا في الرأي العام العالمي تجاه ما يجري في العراق؟ مع الأسف الإعلام العربي ليس في المستوى المطلوب، وخاصة إذا قارنا الحدث العالمي والغربي بشكل العالمي والغربي، إذا قارنا الحدث ب عظمة هذا الحدث وتوسعه لكافة المحافظات العراقية، ولكن الإعلام العربي بسبب الانشغال ببعض الأمور الأخرى لم يركز أو لم يعطي اهتماما كافيا لهذا الحدث. ولكن العراقيين المواطنين العراقيين أتوقع هم قاموا بعمل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، على مواقع تويتر والفيسبوك، قاموا بنشر كافة المقاطع المصورة، وقاموا ب أوصلوا أصوات المواطنين في الداخل، وبالتالي قاموا بعمل لم تقم به وسائل الإعلامية، وسدوا هذا الفراغ الذي يوجد في الإعلام العربي والإعلام الغربي في عدم الاكتراث بهذه القضية. هم فرضوا أنفسهم وأثبتوا أنهم أصحاب قضية، وأيضا أنهم يستطيعون تحمل هذه المسؤولية في تغطية الأحداث، وأيضا إيصال أصواتهم في ظل القمع الذي نرى يوميا يفرضه الحكومة العراقية. وبالتالي أنا أطلب يعني من الموجودين داخل العراق أو خارج العراق أن لا يستهينوا بهذه الأدوات الموجودة بين أيديهم، وأن يهتموا أيضا بالتركيز على الاعتماد على أنفسهم لإيصال صوتهم، لأن كل شخص معه موبايل الآن يعتبر وسيلة إعلامية من الممكن أن يبلغ صوته للعالم أجمع. شكرا جزيلا لكم أستاذ شاهو القرداغي الكاتب والمحلل السياسي. شكر موصول كذلك لضيفنا عبر سكايب من عمان عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، أيضا كان معنا في نقاش هذه التظاهرات بالعراق.